مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في أيار وتموز المقبلين، بدأت تطفو على السطح قضية حق المقدسيين في التصويت في ظل تعنت واضح ومحاولات صهيونية لوضع العراقيل في طريق المشاركة المقدسية في الانتخابات. فعلى الرغم من وجود اتفاقات سابقة بشأن حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات، إلا أن كيان الاحتلال لم يلتزم بهذه الاتفاقات خلال الانتخابات السابقة إلا شكلية وبعد ضغوط وجهود دولية مضنية، الأمر الذي يرجح معه عدم التزام الاحتلال بتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشحا أو تصويتا، لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة مدينة القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني. ولا ينفصل ذلك عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وإخراج سكانها منها لرسم خريطة ديموغرافية جديدة تنتزع القدس من تاريخها العربي والإسلامي، حيث تتواصل حملات هدم منازل الفلسطينيين وإبعادهم عن القدس، كما تتواصل الحفريات الصهيونية تحت المسجد الأقصى ضمن مخطط صهيوني لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. وبحسب محللين، فإن معركة الانتخابات الفلسطينية على أهميتها لرأب الصدع وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، إلا أن تمكين المقدسيين من المشاركة في هذه الانتخابات يعد معركة أخرى لا تقل أهمية وتتطلب من جميع القوى الفلسطينية التوحد خلف هذا المطلب والسعي نحو تحقيقه مهما كانت المعوقات، إذ أن الأمر يتعدى الانتخابات إلى الإعلان أمام العالم أجمع أن القدس أرض فلسطينية محتلة وأن المقدسيين جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه ومن حقه السعي لاستعادتها بكل السبل المتاحة.